ماذا تأكل إذا كنت لا تحب الهوت دوغ؟ حسناً إذن، إن الهوت دوغ ليس الطعام الوحيد. يا أصدقاء، أنا لم أعد انتباهاً لما تأكلون على الغداء. بالمناسبة، ماذا تأكلون الآن؟ أنا آكل كيمباب. مما تتكون؟ أعشاب بحرية بالأرز. أعشاب بحرية؟ رائع! ما ذلك الساندويتش الغريب الذي كنت تأكله بابك؟ لست أدري، إنها شرائح لحمة، أمي تضعها في ذلك الخبز المسمى لفوش. وأنت ماذا تأكل سانجاي؟ إنه ساموسة، إنه بطاطا مهروسة ومواد أخرى في فطيرة صدف. أيمكنني أن أجرب؟ بكل تأكيد، لكن أمي تضيف إليه الفلفل، لذا انتبه. أحب الفلفل، أنا أحبه. م-